اخوتي واخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات. طبعا اليوم راح ناخذكم جولة في مشتل بابل لهواة الزهور في محافظة بابل بادارة سيد عبيس الحطاب ابو امير واولاده. طبعا راح نتناول يعني النباتات الموجودة بالمشتل ومعلومات عنها. بصراحة انا سألت عن السيد اليوم رايح يقرا فاتحة لاحد الاصدقاء وتأخر علينا، فما راح يصير فرصة التقي به اليوم، ان شاء الله غير وقت نلتقي به. لذلك راح ناخذكم جولة بالمشتل ونعرفكم على النباتات، لان حتى جيتنا تكون بها فائدة ايضا، نعطيكم معلومات بسيطة حول الزراعة يعني بهذا الوقت، وعن معلومات حول الاشجار الموجودة والنباتات الموجودة في المشتل. طبعا ابتداء راح نبدي من هاي النباتات الموجودة هنا بالمشتل من الخارج. طبعا هناك نبات الدورنتة، نبات يصلح للأسيجة ونبات مزهر وجميل جدا. هذا نبات الدورنتة موجود هنا من النباتات القوية الموجودة بالمشتل واللي موجودة بأغلب المشاتل واللي تصلح للتشجير. هي هنا عندكم هاي يسمى فرشة البطل، هاي الشجرة اسمها فرشة البطل، موجودة في أغلب المشاتل وتصلح للتشجير. طبعا هنا عندنا، شوفوا بس هنا، هذا الجهنمي بألوان كثيرة وموجودة بأغلب المشاتل. الجهنمي طبعا بألوان كثيرة جدا راح نتناولها، راح نعطيكم معلومات حول زراعة الجهنمي. طبعا اخوان الاعزاء، من افضل انواع الجهنمي هذا النوع اللي هو يتسمى فول قطمر. فول قطمر شنو هو؟ يعني الازهار تكون على شكل باقات. هذا النوع مميز انه حتى يعني الازهار بعد ما تجف ما تتساقط، الا انت تقصها وتتخلص من عندها، يلا بذاك الوقت راح يعني توخرها من النبات. لذلك ننصح بزراعة دائما الجهنمي الفول قطمر، يكون هذا الشكل. هنا عندنا نفس الحالة، شوف اخوان الاعزاء، هذا نبات ايضا فول قطمر. بينما النباتات اللي مو فول قطمر شنو؟ تكون الازهار على الجوانب بهذا الشكل. شوفوا يعني هنا راح تشوف تزهير خفيف، تكون الازهار على الجوانب. طبعا معلومات بسيطة حول نبات الجهنمي، هو هذا النبات صورة عامة يحب شمس مباشرة وتعطيش ليزهر بكثافة. اي واحد عنده جهنمي خليه يزرعه بشمس مباشرة، مثل ما تشوفون بالشمس المباشرة ازهار كثيف جدا هذا الشكل. طبعا اخوان الاعزاء، مشتل باب اللي هواة الزهور، كثير من الاخوان توصلنا معلومات وين يقع. شوفوا هذا ملعب الإدارة المحلية في بابل الحلة، حي الجزائر مقابل ملعب الحلة، وهذا المشتل هنا بهالمكان هذا. طبعا خلينا ناخذكم جولة بهنا نشوف ايش مزروع على الشارع. طبعا اغلبيته الجهنمي موجود في واجهة المشتل. خلينا راح ندخل للمشتل ونشوف ايش موجود بالمشتل. طبعا هذا النوع من الجهنمي هو الجهنمي، هذا النوع المخطط، تكون يعني الزهور مالته مثل ما تشوفون مخططة ايضا، يعني الاوراق مخططة والزهور مخططة وينطي اكثر من لون. هنا عندنا نبات الثلجي، نبات هنا نباتات مختلفة. من هاي النباتات هو التين الشوكي، موجود هنا ان شاء الله راح نشوفكم اياها. هنا عندنا نباتات مختلفة، طبعا هنا نبات عصا الذهب ايضا موجود، وهنا خلينا نبقى يم الجهنمي حتى نتناوله مثل ما شوفناكم اياه. طبعا شوف اخوان الاعزاء، الجهنمي شمس مباشرة وتعطيش ليزهر بكثافة، شمس مباشرة. بدون شمس مباشرة اذا ما حصل كفايته من الشمس راح الجهنمي يصير به جانب خضري على حساب التزهير. خلينا بهاي المنطقة نشوفكم
شوف اخوان الاعزاء، هنا هذا النبات هو النسرين المتسلق، واحد من اجمل انواع الورد الجوري. لكن هذا النوع من الورد الجوري النسرين المتسلق والجوري المتسلق يزهر فقط في فصل الربيع، لذلك ما تشوفون تزهير في هذه الاوقات من السنه. هذا الشيء مثل ما تشوفون هذا النسرين المتسلق، طبعا موجود انواع كثيره من الورد الجوري، راح اشوفكم وياها. خلينا نروح بهذا القاطع ونشوفكم النباتات الموجوده. طبعا هذا النبات هنا اسمه الخطم الساحلي. هذا الخطم الساحلي من اكثر النباتات مقاومه للاملاح وارتفاع درجات الحراره، نبات قوي جدا جدا، وهذا ننصح به كبديل لنبات الكينو كاربس. طبعا هنا هذا النبات اللي امامكم، هاي الاشجار المزهره هي شجره الاكاسيا المصريه سورنتس. ننصح بزراعه هاي الاشجار في مقدمات البيوت والساحات العامه والمدارس، لانها شجره مزهره اغلب اوقات السنه، تتحمل اقصى الظروف الجويه، وشجره جميله جدا جدا. شوفوا هذا شكل ساق النبات، نبات يتحمل اقصى الظروف الجويه، و يعني من النباتات الناجحه في اجواء العراق. من النباتات الناجحه من انواع الاكاسيا الناجحه في اجواء العراق هي الاكاسيا المصريه سورنتس، الاكاسيا سلجانة، الاكاسيا فيستولا، الاكاسيا الشمعدان البني، الاكاسيا تورتلبز، اكاسيا سيال سنغال الصمغ العربي، وغيرها من انواع الاكاسيا اللي نجحت زراعتها بالعراق. طبعا اكو اكاسيا اللي قلنا لكم الفيستولا ايضا ناجحه وجميله جدا. الاكاسيا نودوزا اللي شرحت لكم عليها لازم تحتاج تطعيم، يعني هي اللي تاخذ اللي على اصل اكاسيا فيستولا. طبعا هنا الجهنمي موجود بالمشتل هنا باحجام وانواع، لكن اللي يريد يشتري جهنمي هنا موجود في مشتل بابل لازم يكون مزهر، لا تشتري جهنمي مو مزهر، واذا ما تشوف الزهره فول قطمر لا تشتري الجهنمي. لا هذا اخوان الاعزاء، والدليل شنو فول قطمر؟ تكون الزهره على شكل باقات في النهايات الطرفيه من النبات هذا الشكل. اذا تشوف الازهار من الجوانب فهذا مو نبات، مو فول قطمر. طبعا هنا أنا مختلف انواع النباتات، هنا مثل ما قلت لكم النسرين المتسلق موجود بهاي الناحيه. هنا أنا من النباتات الموجودة أيضا هنا موجود، شفناها الدفلة. طبعا الدفلة من النباتات السامة، يعني لذلك إذا مكان بأطفال وكذا ما ننصح بزراعته، بها ألوان كثيرة وجميلة، يصلح التشجير يعني الطرق الخارجية الأفضل، لأنه مزهر وجميل جدا. وهنا شوفوا الجهنمي بألوان وأشكال كثيرة. طبعا من النباتات الجميلة اللي ننصح بزراعتها ايضا هو هذا النوع ورد الكنة باشكال والوان كثيرة جدا. شوفوا هاي الانواع، شوفوا هنا. طبعا ورد الكنة محب للشمس ومحب ايضا لكثرة السقي، اللي عنده الكنة فخلي داريه بالمي وخليه مكان مشمس، راح يشوف ازهار طول اوقات السنة، بشرط انه من يزرع يزرع الاصناف مثلا القزم الصيني. هاي الالوان هنا الموجوده بمشتل سيد عبيس مثل ما تشوفون، هاي الانواع قزميه تزهر اغلب اوقات السنه مثل ما تشوفون. طبعا من النباتات الجميله ايضا واللي ننصح بزراعته هذا النبات التيكو ماريا، نبات متسلق جميل جدا، ايضا ننصح بزراعته لانه من اجمل النباتات. لكن هذا النبات ملاحظة انه بالصيف يجب انه تحميه من اشعة الشمس المباشرة. بالصيف دائما اللي ياخذ هذا النبات طبعا يتأثر بالصيف عند ارتفاع درجات الحرارة. لهذا يجب حماية هذا النبات من الشمس المباشرة في فترة الصيف. طبعا شوفوا اخوان الاعزاء ورد الكنة، شوف مثل ما قلت لكم اكو انواع كثيرة، وشوفوا هذا النوع المشطب الابيض، هذا عندك النوع المشطب الاحمر، يعني انواع مميزه جدا جدا. لهذا يعني هاي من النباتات اللي ننصح بزراعتها دائما. طبعا من النباتات الجميله والمتحمله نبات
ام كلثوم احنا نسميه بالعراق المينا. طبعا مينا اكو شجري واكو مينا قزمي واكو مينا زاحفه. طبعا هنا عندك التين ايضا موجود، هذا التين ما اعرف شنو نوعه. هنا عندك الاشجار النيم، هنا مو النيم، هاي لا والله يمكن النيم هنا موجوده، لا هاي ما اعتقد النيم، هاي زنزلخت، هاي المظله زنزلخت، هذا السبحبح السوري. شوف اخوان الاعزاء موجوده بالمشتل، من اقوى النباتات الجميله اللي تصلح للتشجير هذا الزنزلخت السوري. هنا أنا من النباتات الجميلة أيضا، هنا عندك نبات ورد الجمال الفول قضمر، تنصح بزراعته أيضا، هذا نبات جميل جدا جدا موجود هنا بالمشتل. شوف أخوان الأعزاء سبحان الخالق العظيم، شوفوا الزهرة كأنما وردة جوري، هذا النوع الفول قضمر ننصح بزراعته لجماليته. هنا أنا طبعا هذا النبات أهم نوع من ورد الجمال هذا القطمر، وهنا هذا النبات الزنزلخت، كلها هذه نبات السبحبح الزنزلخت السوري. خلونا وياكم بالجولة، يعني اخوان الاعزاء انا قسم من الاخوان يقولون ابو عبد الرحمن الفيديو طول لنا اياه، طول الفيديو حتى نشوف النباتات. طبعا فاحنا بصراحه ان شاء الله نحاول يعني ما نطول كلش، ولا الفيديو نخليه بالشكل المقبول، بس شو نسوي بعض الاخوان يتصلوا اكثر من مره يقولون من تزور سيد عبيس الحطاب وتزور المشتل مالته اريد نمتع نظرنا بالفيديو. طبعا اخوان الاعزاء هنا شوفوا هذا الزي، هذا النبق او السدر الزيتوني موجود بالمشتل، شوفوا حامل ثمار ومطعم وكامل، هذا يطعم السدر على اصل من هذا يسمونه بالعراق الحشري او الحشري، الحشري العفو، يعني هذا النوع النبق الحشري. شوفوا هذا، شوفوا هذا شايل ثمار، تاخذها بهالوقت تزرعها ممتازه جدا، يعني انت بنفس السنه ماكل من ثمارها. لذلك نزرع دائما بزراعه السدر، اي واحد عنده مساحه خليه يزرع السدر، ليش؟ لانه هاي شجره مباركه، حتى اوراقها لها استخدامات جميله. طبعا هنا مثل ما حكينا عن هذا النبات، ايضا هذا النبات هو المينا، المينا بيها الوان كثيره من اكثر النباتات تحمل. طبعا هنا امامكم اخوان الاعزاء هذا نبات النتران، طبعا هذا نوع البخور، بخور او الياس، هي البخور هذا الياس، اكو نفسي الياس الياباني. طبعا هذا نبات النتران، نتران يستخدم لتحديد الحدائق، وكذلك ممكن استخدامه كنبات يعني ينزرع بالصناديق، شكله جميل جدا لان يبدي ينطي الوان. طبعا هنا نبات الجزانية بألوان كثيره جدا، هذا النبات يحب شمس مباشره ولا ما يحب كثره السقي، لان كثره السقي تؤدي الى موت النبات. لهذا اللي ياخذ جزانية يحطه بشمس مباشره. اخوان الاعزاء طبعا من اجمل النباتات الخريفيه المزهره هو نبات الاراوله، مثل ما تشوفون هاي الاراوله بها الوان كثيره جدا وجميله جدا، مثل ما تشوفون الاراوله بها انواع، هذا القزمي وبها انواع يسمونه العراقي، يصير بيكون نوع بها القطمر، تكون الازهار كبيره جدا، لكن هذا النوع القزمي مثل ما تشوفون الوانه فائقه الجمال. طبعا ملاحظة حول نبات الأراولة، أي واحد ينتهي عند التزهير، تزهير هذا النبات شو يسوي؟ بعد ما تذبل هاي الأزهار يقص الأزهار وينتظر، يقدر راح يشوف يصير نموات قرب الجذر وانتشار للفسائل، يعني بعد ما تذبل هاي الأزهار الأفضل تتخلص من عندها لأنها تمتص قوة النبات، لذلك راح تظهر فسلان جديدة وممكن أنه ترجع بالتزهير. والنبات الواحد يصير عندك اكثر من 10 نباتات ممكن انه يعني تفسله من جديد. طبعا من النباتات الجميله والازهار الورد الجوري، الحديقه اللي ما بيها ورد جوري خليه اي واحد يراجع
أولوياته بالحديقة، لأن الورد الجوري أساس جمال الحدائق، وحاليا موجود بالمشاتل. شوف هاي الأنواع والألوان فائقة الجمال أمامكم. الورد الجوري جميل جدا، موجودة أسعاره مناسبة. هذا الوقت بالخريف دائما نقول ازرع الورد الجوري، ليش؟ لأنه بالخريف عند يعني بهذا الوقت تزرعه. الخريف بالعراق يسمى ربيع ثاني، راح يجيك شهر 12 تسمد الورد الجوري بسماد عضوي متحلل، وتقلم الأجزاء المتضررة. راح يجيك الربيع النبات قوي ويتحمل، قادر على تحمل ارتفاع درجات الحرارة بالصيف. بينما إذا تزرع الورد الجوري بالربيع بعدها الجذور ما نازلة بالأرض بشكل جيد، ويجي عليها الصيف يحرق الجذور ويؤدي إلى خسائر بالنباتات. مثل ما تشوفون، شوفوا ألوان الورد الجوري، يعني هذه الألوان فائقة الجمال موجودة هنا بالمشتل مثل ما تشوفون، جميلة جدا جدا. طبعا سيد مهند، السلام عليكم سيدنا، شلونك اليوم؟ السيد ما والمناه، رايح الفاتحة. رايح الفاتحة على جاية. الله كريم. سيدنا يعني شنو هالألوان مال الورد اللي عندكم؟ هاي ألوان الجوري. ما شاء الله، طبعا ألوان بديعة جدا واختياراتكم، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله سيدنا. إخوان نستمر بالجولة بالمشتل. شوفوا الورد الجوري، شوف هاي الألوان إخوان الأعزاء، شوف حتى كل مخطط لي جدا. أي نعم، شوف هاي الألوان جميلة جدا. مثل ما وضحت لكم أهمية زراعة الورد الجوري بهذا الوقت من السنة. شوف هاي الأنواع والألوان. هذا مخطط. ثلاث ألوان. ورد أصفر، ورد مخطط، وورد أسود. ها يعني وين؟ نفس الهرش. نفس الهرش بثلاث ألوان. يجي شهري ورد أصفر. يجي شهري ورد مخطط. هسه هذا هنا مخطط. هذا مخطط. ويجي ها نفس الهرش يعني غير. هذا الأسود. هذا الأسود. دورات الورد صفراء. نعم. اشهر ورد اسود. نعم. اشهر ورد مخطط واشهر ورد اسود. ما شاء الله. طبعا اخوالي الاعزاء شوف هذا اللون البنفسجي مميز جدا. هاي الانواع المخططه. الالوان البيضاء شوفوا. يعني ورد الجوري فائق الجمال. خلينا ناخذكم جوله اخوان الاعزاء. مثل ما وضحت بالنسبه للجزانيه، الجزانيه اللي ياخذها يزرعها بالشمس المباشره. وهنا مثل ما وضحنا هذا نبات العراوله او الداودي، من اجمل النباتات الخريفيه، مزهر. وبعد ما شرحنا لكم قلنا لكم بعد ما تذبل الازهار تقطعونها حتى تسمحون بنموات جديده اسفل النبات، راح ينطيك النبته واحده تنطيك اكثر من 10 شتلات. طبعا هنا نبات الجاكرنده. هاي الجاكرنده البنفسجيه من اجمل النباتات، واللي اثبتت تحمل، و نزلت أكثر من منشور حول زراعتها بالحدائق المنزلية ونجاحها وتزهيرها. نجحت بالعراق وأثبتت كفاءة وبدت تزهر بكثافة. طبعا هنا عندنا الورد الجوري، هذا النوع من الورد الجوري، هذا من العام الظاهر عندهم. حتى سألته يمكن سعر الشتلة باثنين ونص، هذا سنادين كبيرة. شوفوا أيضا بألوان كثيرة جدا، والشتلات تقريبا أميات، وأسعاره مناسبة بألفين ونص الشتلة. هنا موجودة، سألت على السعر قبل كم يوم اجيت. أيضا بأنواع وأيضا مسمد، وشوفوا النموات مالته ممتازة جدا. شوفوا أخوان الأعزاء، خلينا وياكم بالجولة. طبعا هنا نبات هنا عندك النازل هندي أو ورد البربين. اخوان الاعزاء اللي عنده ورد البربين حتى تحافظ عليه، يعني هذا حتى لا تعرض. شوف هسه من بدت درجات الحراره يعني تنخفض بالليل، شوفوا شكله شلون صار. اذا تريده يستمر بالتزهير فخليه اذا بيت محمي نايلون يستمر بالتزهير حتى طول فتره الشتاء، بس ببيت محمي لا تجازف، تخليه بمكان بارد حتى ما يتاثر يعني يتأثر النبات وتستفاد، ما تستفاد من عنده، تصير عفن بالجذور ويموت. طبعا هنا التين الشوكي، شوف هاي الثمار هنا قاصينها هنا امامكم مثل ما تشوفون هنا، يعني هنا التين الشوكي.
هنا مثل ما تشوف من اخواني، يعني هنا الناس جايه صراحه. انا احترم الناس اللي جايه، شوف عوائل جايه، المشتل جاي عوائل تشتري وكانما سفره صراحه، يعني مو باي مكان بالعراق. انت اذا عاشق للنباتات، اذا كانت الاب عاشق للنباتات، خلي يطلع العائله وياه زوجته واطفاله ويروح يشترون من المشاتل بهيك اوقات عصريه. اذا كانت المراه عاشقه للنباتات، خلي تاخذ العائله تقول لهم اليوم انا اخذكم السفره على حسابي، وتاخذها لهيك مشاتل وتسوي جوله. هو الاعزاء ترى التجوال بهيك مشاتل صدقوني راحه للنفس بشكل غير، يعني ما بس اقول لكم، بس الله يدري شلون واحد يرتاح من يفتر بهيك مشاتل. وسفره مجانيه تاخذ لك ايش كم، يعني لا ياخذ منك اول مشتري فلوس على الفره، وتتجول بين النباتات وتشتري لك ايش كم نبته ترجع للبيت، يقضي لك بس ساعه ساعه ونص بالمشاتل، ولو هي عم ساعه ونص والله ما تكفي. مفروض يعني انا بالنسبه لي اذا حتى لو تعبان وجاي من الدوام، حتى لو ظلت 3 ساعات بالمشتل ولا كأنما مفتر. شوف هذا الجمال امامكم. طبعا شوف اخوان الاعزاء، هنا السيد مقلم هاي الجاكرندة، شوف قاصها كانت عالية كلش. ليش يقصها؟ لانه هو صاحب مشتل، الشمس بالشتاء يشتريها شراية، اذا سخيمت ازيد من اللازم فيقصها. شوف هذيك ماخذة زاوية ما قاصها الجاكرندة. هنا أنا شوف اخوان الاعزاء، هذا عندكم المشطب، هذا النوع المشطب الجهنمي، هذا النوع يعني بيه الوان، شوفوا الابيض القطمر البنفسجي، هاي جهنمي بالوان كثيرة جدا موجودة بالمشتل. شوف امام هاي بصراحة الوان جميلة جدا. طبعا هسه احنا بجزء من المشتل وماشيين وياكم ان شاء الله، بس لا تملون بصراحه. انا بعد ما مشيت هواي، راح انفركم على المشتل كليته اليوم ان شاء الله. هذا ايضا هنا جهنمي، طبعا هذا النوع من التكي، هذا التكي الالماني، تك بنفس السنه تاكل من عنده ثمر. هل ممكن تزرع الان؟ نعم ممكن الان تزرعه، والسمده بالشتاء يجيكم فصل الربيع تاكل من عنده ثمر بنفس السنة. التك الالماني هذا الاوراق ما تكون كبيرة والثمرة تكون سوداء كبيرة جدا، يعني توصل حجم ممتاز جدا، وايضا ممكن نقلها، مو تتلف ببساطة بالنسبة للشو اسمه يعني الثمرة. طبعا هاي دائما السيد يحكي عليها النقرة، هاي النقرة شوف السيد يذب بيها نشارة خشب، ويذب بيها سماد عضوي، ويذب بيها يعني شوف هاي حتى نشارة خشب، وهنا عندك يعني وياها سماد عضوي، ويتركها وينقحها مي فترة. وهنا قسم هذا من يذب عليها قسم من الخنس، هاي طبعا خنس يجي من المجاري، يعني يجيبونه من محطات تصفية المجاري. هنا شوف السيد شلون يحمي النباتات بهذا، ايضا وضحنا لكم سابقا طريقة حماية النباتات بالسعف. وهذا اللي امامكم مثل ما تشوفون. طبعا هنا الخطم الساحلي، شوفوا الخطم الساحلي جماليته، وهنا ما شاء الله. طبعا هنا النسرين المتسلق، هذا ورد النسرين المتسلق ايضا جميل جدا. طبعا هنا أنا بهاي المنطقة عشبة الليمون، صراحة ما ناس صاير النسرين متسلق شبكة، فهاي عشبة الليمون أيضا عشبة إلى استخدامات طبية مميزة جدا. هنا الانتيكوما مزهرة وفائقة الجمال، وبهذا الوقت سيدة الأشجار فائقة الجمال هي الأكاسيا المصرية سورنتس. طبعا هنا شوف التين اعتقد التركي الأسود، هذا التين التركي الأسود شوف هنا ايضا موجود تين التكي الأسود، من يعني افضل انواع التين.
هنا هذا تين التكل التين الأسود، التين الأسود التركي. هنا طبعا هذا النوع، هاي الأكاسيا الشمعدان، أكل أكاسيا الشمعدان هذا النوع، وأكل أكاسيا الشمعدان البني اللي وزعنا بذورها بالحملات. خلينا نرجع وياكم نكمل بالمشتل. طبعا وياكم اخوان الاعزاء جولة بالمشتل حتى تعرفون على النباتات الموجودة. شوفوا هنا الناس تجي تتسوق. هاي هسه احد الاخوان المشتري هذا المسواق. خلينا هنا نشوف الياسمين الاحمر. شوف اخوان الاعزاء، شوف الياسمين الاحمر والجمال مالته. صراحة الياسمين وين ما يكون هو ملك المتسلقات. الحديقة اي واحد عاشق للمتسلقات العطرية فخليه يشتري الياسمين الاحمر. وهنا أنا مثل ما وضحت لكم، شوف اخوان الاعزاء هنا الياسمين الاحمر. هذا الياسمين الاحمر، شوفوا الجمال. صراحة يعني راحة للنفس عندما تشوف الياسمين الأحمر في كل مكان، لأن نبات عطري مميز من أجمل المتسلقات بالعالم وليس يعني بالعراق وغير بلداننا. طبعا هنا السايكس موجودة بأحجام، السايكس تتسمى ملكة الحدائق. طبعا هنا نبات الجتروفا، جتروفا جميلة جدا. هنا عندك الحمضيات، شوفوا هنا حتى بها ثمر. هاي طبعا هاي بها ثمر، اعتقد هذا نوع من القزمي، انواع قزمية موجودة. هنا هذا الجزء هو للسنادين والبتموس وغيرها من الاسمدة. خلينا نستمر وياكم بالجولة نشوفكم هاي النباتات، الصباريات وغيرها. شوف اخوان الاعزاء، طبعا هنا المطاط، الكاريسيا، السايكس، سوركس. هذا المطاط طبعا موجود جميل جدا، ممكن انه طبعا انا زارع حتى بالحديقه، ممكن هذا النبات يكون ظلي داخل البيت اللي ما عنده حدائق، او حتى اللي عنده حدائق يخليه بالبيت. هذا راحه للنفس، نبات قوي ويتحمل اقصى الظروف. السايكس من النخيل الزينه، تسمى ملكه الحدائق، تزرع في مكان نصف ظل، ممكن تخليها بالسندانه او تزرعها بالارض. منطقه نصف ظل، وإذا كانت منطقة مش مسفة بالشتاء لازم بالصيف تحميها من أشعة الشمس المباشرة. السباركس هذا وقته ينتعش بيه، بالصيف يتأثر من الشمس المباشرة. إذا عندك سباركس بالصيف لازم تخليه منطقة إنارة قوية بدون شمس مباشرة. الأوليفيرا معروفة فوائدها الطبية الجميلة، هذا السباركس الخشن. وهنا هذا النبات العفص وغيرها من النباتات. خلينا نشوف إنتاج السيد. هنا السيد انتاجه دائما هنا اللي ينتجه بالمشتل يجيبه هنا. هالمرة مستورد قسم هاي الشراع وغيرها، انتاجه هاي كف الوز وكف البطة وغدني انتاج السيد اللي نعرفهن. الامازون انتاج سيد، هذا الهيكل العظمي انتاج السيد. هنا عندك جلد النمر انتاج السيد، يمنا نعرفهن بس هذني مستوردات دفن باخي وربحها. هنا تاج السيد هذا العنكبوت، ومختلف انواع النباتات من انتاج مشتل السيد. طبعا هنا البوتس اللبلاب، طبعا بالنسبة لهذا اللبلاب اي واحد يشتري هذا اللبلاب يجب انه ينتبه انه من عند السقي يسقي هذا الجزء. ليش؟ لانه هذا الجزء الجذور مال النبات على الاكثر هي تمتص المي من هذا الجزء وليس من هذا. بس من النباتات حتى تلقى الجزء الاسفل صاير بيعفن بالجذور، فيبقى يتغذى فقط على هذا الجزء يعني الجانبي. لذلك هذا النبات اللي يجب انه يتغذى على هذا الجزء من اللي هاي يعني مخلينا انتم او هم مخلين اصحاب المشاتل هذا من خلاله يكون السقي. يجب انتباه لهاي الفقرة. اما هاي القفص الصدري ايضا موجود. صراحة هاي فكرة جميلة انه
شوفوا تخلون هيك هذا هاي الكأس الكبير، يخلون به يعني هاي النباتات. فكرة كلش جميلة جدا صراحة. دارسينا وغيرها موجودة، الكروتون، كروتون أيضا موجود، وغيرها من النباتات الجميلة. هاي أنواع الصباريات أيضا موجودة هنا. خلينا نستمر وياكم بالجولة، خاف تعبتوا بس يلا إن شاء الله هاي الجولة المفيدة تكونون ارتاحيتوا. خلينا نشوف هذا الطير، أنا أضوج إنه الطير نحبسه، بس هذا الطير شنو نوعه ما أعرف. سبحان الله، يعني القفص الطير لو تخلونه بمحمية يا إما هذا القفص الصغير. سبحان الله، يعني يا ترى ماذا يقول؟ يقصد عن يبحث عن صديق أو أخو أو أم افتقدها في الغابات أو وين؟ وين يجيبيك الدهر؟ سبحان الله. أخوان الأعزاء، الطيور أرواح، إذا تريد خليها مكان جميل لقويها. سيد ها شنو هذا النوع؟ سيد لا تعاقبه، ترجعه. لا سيد سيد ترجعه للبيت. ابو عبد الله هذا اللي ياكل بالصينية متعلم. يعني نتعشى الا اذا من يفتح القفص يقول. سيد ما احب الطير بالقفص. رجعه صار تدلل. اي والله، شوفوا سيد طالع وعد. يلا سيد يقول هذا أليف بالبيت وبطيع عقوبة جاية لهنا، إن شاء الله راح يرجع للبيت. إخوان الأعزاء شوفوا، بصراحة الله يحفظ السيد وأولاده. شوفوا الترتيب بالمكان، اختيار النباتات، يعني مجرد التجوال بهيك مكان هو راحة للنفس. طبعا هنا أنواع شوكة المسيح، هنا الجربرة، هنا دمعة الطفل بحجم الكبير والناعم وغيرها موجودة، إكليل الجبل، عطرة الشاي، النباتات. هنا البباية أيضا موجودة، أحجامها هنا جيدة. لكن بالنسبة للبباية أخوان الأعزاء، أنا سبق وأنطيتكم ملاحظات، تزرعها بعمر يعني أقصر من هذا، اللي هيك عمر ما أنصح بيها. تاخذون العمر الارتفاع الصغير بشرط يكون ساق النبات غليظ. هسه يمكن شفت قبل فتره عند السيد بهاي الارتفاعات، لان هيك عمر هذا تقريبا باستطاله يعني صايره. طبعا اخوان الاعزاء وياكم بالجوله من النباتات اللي شوفوا الجميله. سبحان الله، شوف هاي جت بيدي، انا ما اقطع الازهار بس شوفوا شلون هذا الفول قطمر. شوفوا الزهرة والجمالية مالتها. اخوان الاعزاء مكانكم خالي، اهل بابل ماكو، والله اللي ما يجيب عائلته وهنا يفتار هذا ما اعرف شو نقول عليه. شوفوا هاي الازهار مال هذا، سبحان الله. هذا الصبار، هاي الصباريات عالم واسع وجميل. شوفوا الجمال، شوف هاي هنا بدايات التزهير، سبحان الله. هاي النباتات، طبعا هذا الدراغون فروت، هذا دراغون فروت هنا موجود. هنا الصبار العسلي، طبعا هاي الأميات مال الدراغون فروت موجودة. خلينا نعبر من هنا لو أخاف نوقع ما ندري. طبعا هذا التكل الألماني، هذا السيد هنا مسوي هنا أميات. خلينا نعبر هيك. الله، يلا عبرنا سلامات، ما وقعنا. شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا الصباريات عالم. طبعا هذا البرتقال المخطط، هذا حتى الثمره تكون مخططه. نجي هنا، هذا شنو؟ هذا شوف شنو هاي، شنو هذا؟ ها والله عبالي صحيحه طلعت. هاي ازهار، الازهار الصناعيه مو اصحابها. شوف هاي الصباره، سبحان الله، شوف الارتفاع مالتها والجمال مالتها.
سبحان الله السيد شنو هالجمال هذا جايب لنا اياه سبحان الخالق العظيم. طبعا حجمها اكثر من متر وشويه. خلينا قبل ما يظلم الوقت علينا ونكمل وياكم الجوله. شوف اخوان الاعزاء هنا الحمضيات شفناه مقدحه ومزهره. يعني اللي مقدح ومزهر هسه على الاكثر هذا كيمكوات يعني قزمي. طبعا هنا انا اشوف هذا الخطم الساحلي كان كبار ذن السيد قاسم. يعني سالته قال هذا سببا هنا ظل بالمنطقه واحنا بالشتاء بحاجه للشمس. شفناه ثمار هذا كيمكوات يعني بنفس ال شوف هسه الكيمكوات او القزم القزمي شوف تلقى بنفس هذا الثمرة وأزهار ونص نضج وناضجة بنفس الوقت. يعني شوف أخوان الأعزاء هنا الناس تجي تتجول بالمكان. طبعا هذا برتقالة بالصرة هنا موجود. طبعا هنا اللالنقي هذا اللالنقي شوفوا بيه ثمر موجود. والتركي هنا يمي برا خير وبركة. شوف أخوان الأعزاء طبعا هنا مستمرين معاكم بالجولة ناس سايكس. طبعا هنا طبعا أخوان الأعزاء هنا الشيح هذا الشيح موجود هنا عطري وله استخدامات طبية وكثيرة. طبعا هنا شوف السيد ويانا سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام. هاي هسه شلون النبتة هاي قاعد تخلي لها هسه تربة؟ تربة هاي مخبوطة اسماد ورمل وبرنامج. احسنتم عاشت ايدك. احسنتم. هذا هسه راح يشت له نبات داخلي مو سيد؟ خارجي وداخلي هسه. اي هو ادري بس هسه هذا مهيئة كنبات داخلي. نبات داخلي. احسنتم. بارك الله بكم سيد. طبعا اخوان الاعزاء مثل ما شرحت لكم عن نبات المطاط نبات ننصح بزراعته كنبات داخلي ونبات خارجي بالحديقه وممكن ينزرع بالحديقه ايضا. شوفوا اخوان الاعزاء شوف هذا هاي الازهار ازهار الفينيكه عين البزون الوان مميزه جدا. هنا الجربره باشكال والوان ايضا موجوده. خلينا ناخذكم هذا الجانب صراحة. شوف هاي الجربرة الفول قطمر موجودة هنا شوف هاي أنواع العصاريات وغيرها. شوف أخوان الأعزاء هذا الحجي اشترى تين قبرصي. تين القبرصي تعرفونه حتى بالشتاء يتحمل يعني ياكل ثمار من تاكل ثمار من عنده بالشتاء تين القبرصي. شوف اخوان الاعزاء طبعا هنا الرمان نخيل الزينه هاي النباتات المختلفه. شوف هنا عندك الاكاسيا المصريه سورنتس وهنا التين القبرصي موجود بهالمنطقه هاي. خلينا ناخذكم جوله نستمر وياكم. شوف اخوان الاعزاء هنا هاي النباتات الجميلة موجودة بالمشتل وهنا هذا نخيل الواشنطونية ورد الجمال الياس هنا الياس هنا الجاكرندة الأكاسية. شوف الجاكرندة السيد ما شاء الله يعني هنا زارع جاكرندة بكميات كبيرة لذلك اخواننا اصحاب المشاتل. وهنا ايضا الاكاسيا المصرية موجودة بكميات جيدة لبيع جملة ومفرد. خلينا نوصل شوف السيم هذا النبات الجميل والفائق الجمال. هذا النبات هو الانتيكوما بس هذا النوع من الانتيكوما هذا النوع القطمر الفائق الجمال الامريكي. شوف اخوان الاعزاء شوفوا الجمال سبحان الخالق العظيم. شوفوا كثافات التزهير شوف كثافة التزهير ما شاء الله على شكل عناقيد
هذا اخوان الاعزاء تختارون صنف، اختاروا الصنف الجيد. خلينا هنا نشوفكم هذا المكان، انتم سبق وين شايفينه. هنا سيد عبيس الحطابي كاثر النباتات، هذا اللي هنا بالداخل هذا البيت هو كليته انتاج محلي 100%. مجرد يجيب يعني خلنا نقول يجيب اميات ويكاثرها بهذا المكان، بس المكان حار لذلك راح نطلع من يمه. مكان حار خلنا نسده، وهنا نستمر وياكم بالجولة لأنه صار الوقت متأخر. راح نقطع البث، شوف هنا أنواع الصباريات وغيرها من النباتات. هنا طبعا أيضا هذا النبات كثار السيد، إنتاج السيد بهذا المكان. طبعا شوف إخوان الأعزاء هنا أنواع النباتات. طبعا هنا شوفوا السيد، هنا شوف استخدامه، هذا التربة اللي نسميها الزميج هو رمل شط، وهاي التربة الطينية. يعني التربة الطينية تكون غنية لكن قليلة التصريف، وهاي التربة الرملية جيدة التصريف لكن فقيرة بالمواد الغذائية. لهذا أحسن تربة أنه تكون خليط بين التربة الرملية والتربة الطينية، هاي أفضل من أنواع التربة. طبعا اليوم الجولة صارت طويلة بس إن شاء الله تكونون استفادتوا. شوفوا هنا السيد اكثر النباتات، هنا عندك الهايدرا و اكثار الهايدرا واكثار هنا دمعة الطفل، وهنا الهيكل العظمي. وهنا الرازقي، هنا اكثار الرازقي. وهنا ها هسه خلينا نجي هنا، انا مو اتذكر قبل فترة شفت السيد عنده بباية. اخوان الاعزاء اذا تريد تزرع بباية انجح ارتفاع هو هذا شوف هسه هاي شكلها كأنما متقزمة، شوفوا يعني هنا السمك ممتاز جدا والنبات كأنما مقزم، تحسها كأنما مقزمة. هذا اللي يصلح للزراعة، هذا الحجم اصلح حجم لزراعة البباية وليس الحجم اللي شفتوه قبل شوية. اللي يريد يزرع بباية خلي ياخذها بهذا الحجم، بشرط يكون ساق النبات قوي والنبات ماخذ شكل. شوفوا هذا شكل، شوفوا ساق النبات غليظ جدا مقارنة ب يعني هذا مثل ما شفتوه قبل شوية ارتفاعه اكثر من متر، لكن ساق مالته اقل من هذا. هذا ممتاز جدا جدا. واللي ياخذ البباية من يزرعها لا يدفن اي جزء من الساق، يخليه على نفس الارتفاع، لانه اذا دفنت اي جزء من هذا الساق يعني موت النبات، موت النبات بشكل محقق. الشغلة الثانية، اللي يزرع البباية بهذا الوقت يجب انه يحسب حسابه، يسوي لها نايلون مثل اشبه بالبيت ويحميها، لان هاي مثل هاي الشتلة اذا تاخذها هسه وتحميها ويعبر عليها يعبر عليها الشتاء وبادية متماسكة بالأرض، هاي من يجي الربيع راح تنطي دفء بشكل ممتاز جدا. ممكن انه تحمل ثمار وتاكل من ثمارها بنفس السنة، يعني نهاية الصيف تاكل من ثمارها اذا مشت يعني الاجواء والشكل يعني والوضعية مثل ملائمة صارت لها. هسه المفروض السيد بعد هيك وقت هاي اللي ما مبيوعات المفروض يرجحن بالنايلون. ليش؟ يعني منه يشرح اذا انخفضت درجة الحرارة خلنا نقول اقل من يعني 13 او 15 مئوية بالليل راح تبدأ تتأثر هاي البباية، تتأثر بموجات الصقيع والبرد. خب اذا وصلت اقل من 10 مئوية راح يصير عنده خسائر. لهذا يجب انه السيد عبيس او اي واحد عنده بباية يحذر من البباية بالشتاء، يجب حمايتها لانه راح يصير عنده خسائر كبيرة. اي واحد عنده بباية خليه يحسب حسابه يحميها بالشتاء. طبعا اخوان الاعزاء يعني صارت جولة طويلة، لكن ان شاء الله تكونون استفادتوا. وهاي الجولة
ان شاء الله التعب راح يكون يعني راحة اذا الاخوان قالوا استفادينا من هيك جولات. وبصراحة اخوان الاعزاء يعني كثير من الاخوان سبحان الله اليوم انا قالوا لي ابو عبد الرحمن مشتاقين السيد عبيس، اريد من عنده توصيل، اريد عنده كذا، اليوم عبالي اسأل ايش كم سؤال قدامكم بس ما صارت. فاخوان الاعزاء يعني بالختام نحب نقول ازرعوا فالزراعة حياة. كان معاكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في امان الله.